أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: تعلمون أن المسجد الحرام يختمون القرآن في التراويح، وبعض الإخوة لا يصلي مع الإمام التسليمة الأخيرة التي فيها دعاء الختمة بزعم أنها بدعة، فهل ننكر عليهم أم لا؟ وبماذا تنصحوننا وتنصحونهم؟ هذا حرم نفسه من الخير، حرم نفسه من حضور دعوة المسلمين، هو الذي حرم نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام مع الإمام حتى ينصرف، فلا ينصرف قبل أن ينصرف الإمام. والدعاء ليس منكرا، الدعاء مشروع، الدعاء في الصلاة مشروع، وأفضل الدعاء ما كان في نفس الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بآية الرحمة يسأل، وإذا مر بآية فيها ذكر العذاب يتعوذ، وهذا في الصلاة، هذا في الصلاة، الصلاة محل دعاء. فهذا الذي يعتزل هذا حرم نفسه من الخير، وحرم نفسه من ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف، انصرف قبل الإمام ففاته هذا الأجر. نعم.